للأسوأ. يعني إحنا حاليا قاعدين بخيمة بالنهار كتير حارة وشوب، بالليل كتير برد وسقعة. يعني كتير صعبة، كتير 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 صعبة. يعني عمرناش تخيلنا نوصل لهذا الوضع في النزوح. يعني كتير صعب ومش طاقة التحمل للأسوأ. يعني إحنا حاليا قاعدين بخيمة بالنهار كتير حارة وشوب، بالليل كتير برد وسقعة. يعني كتير صعبة، يعني بدك تضلك تجري وراها وين راحت شو صار عشان ما تضيعش، عشان ما يصير لهاش إشي، ما تاكلش إشي عن الأرض، ما تتأذش من إشي لأن الأرض مليانة قزاز، مليانة حشرات زيك. يعني بدك تضلك كنت برسم لها مستقبل كتير كتير حلو قبل الحرب. يعني